في إطار حماية المستهلك وقمع الغش في السلع والمنتوجات، وبناء على معلومات تحصل عليها أفراد فرقة الأمن والتحري للدرك الوطني بالبويرة، مفادها وجود شاحنة محملة بكمية معتبرة من مادة الشمال المقلدة. على الفور تم مباشرة التحقيقات والتحريات ليتم توقيف شخص يقوم بعرض وبيع الشمال المقلدة بمختلف الأنواع، مرتكبا بذلك جنحة حيازة منتوج يعلم صاحبه بأنه صنع عن طريق الغش في تركيبه شمال مقلدة، جنحة التقليد مادة تبغ الترشق لعلامة وطنية، ممارسة نشاط تجاري غير قارب دون التسجيل في السجل التجاري. على إثر ذلك تم وضع خطة أمنية محكمة مكنت من توقيف الشاحنة نوع سوناكوم، وبعد تفتيشها تبين أنها محملة بهذه المادة المقدرة ب 70750 كيس تقدر قيمتها المالية ب 283 مليون سنتيم، مخبأة ومموهة بإحكام بعلب كرتونية خاصة بالخردوات. تم اقتياد المعني إلى مقر الفرقة من أجل مواصلة التحقيق وتقديمه أمام الجهات القضائية المختصة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.